أنا أعتقد أن المصير مو مجهول، المصير معلوم من سنوات طويلة يعني، وهو أنهم ما يبون بحرانا. حقيقة التطور اللي الآن صار الكلام عنه من خلال الأخوين كريم ومكي، وهو مسألة 300 دينار هذه اللي تضاف، أنا في اعتبار أنه هذا الموضوع هو آخر إسفين يضرب في جسم البحرنة. هو يبدو أن هناك في نوع من الصراع بين مجلس التنمية والحكومة في حول موضوع البحرنة، حول موضوع زيادة العمالة الأجنبية وصوله إلى هذا العدد اللي هو غطى كل مناحي الحياة في البحرين. فقيل طبعا أنتم تدرون أن هناك لجنة أو مكتب خاص بولي العهد، هذا المكتب هو الذي يضع الخطط، وبالذات يضع الخطط الاقتصادية في المجال الاقتصادي، ومن ثم يحيلها إلى لجنة في مجلس الوزراء يرأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله، ومن ثم يتم دراسته وإحالته لمجلس الوزراء، وتبدو أنها هي قرار من مجلس الوزراء. هذا الموضوع 300 دينار الإضافية هو من صيغته جاي كحل وسط لهذا الموضوع، يا أن احنا نترك الحبل على الغارب بالنسبة لمن يوظف من الناس وأعدادهم ومجالاتهم وإلى آخر، وبين أن احنا نحط بعض الضوابط أو الضغط بحيث أنه نقول أنه نوفر نوع من السقف للعمالة الأجنبية في البحرين. فوضعت 300 دينار الاختيارية، منها أن الحكومة هالأيام محتاجة فلوس بتستفيد فلوس بال 300 دينار هذه إذا حدثت، وهي بالنسبة للقطاع الخاص وخاصة القطاعات الشركات الكبيرة 300 دينار لا تعني شيء بالنسبة لها يعني. 300 لو يابوا من 10 أشخاص حطوا 300 صار 3000 دينار وإلى آخر المسألة، يعني مبلغ كبير بالنسبة لهم. ولكن هي الأساس أعتقد يوجد يعني يقول للشعب أنه إحنا نشوفه وقاعدين نحافظ على البحرنة، وفي نفس الوقت يوجد إيراد جديد للحكومة، والحكومة اليوم تبغي تعمل تغطية لموضوع العجز والدين العام إلى آخره. الموضوع الثاني أو الجانب الثاني اللي أنا أعتقد بعد يعني بيّن وضرب سفين آخر في مسألة البحرنة هو التقرير اللي طلع قبل أيام أيضا، وقال فيه أن 86 من الوظائف 86% من الوظائف خلال 2015 ذهبت للعمالة الأجنبية. والعمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة، يعني معناته العمالة غير الماهرة ذهبت لهم 86% من الوظائف اللي استحدثت في عام 2015. والحقيقة هذا الموضوع يعني مو جديد، هو كل التقارير اللي تصدر، ومثل ما قال الأخ كريم تقارير هيئة سوق العمل كلها كل سنة تصدر وتقول هذا الكلام، وأنه العمالة الأجنبية دائما تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق العمل. والعمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة، الأجور المنخفضة المقصود فيها إلا ما يأخذون من دينار إلى 200 دينار، يعني تحت 200 دينار، هذا المقصود فيها. في 2010 ذكرانا صار نفس الكلام، خلال النصف الأول من عام 2010 خلق القطاع الخاص 20,800 وظيفة خلال النصف الأول فقط، يعني 6 أشهر خلق 20,800 وظيفة،
ذهب منها 19,437 وظيفة. 19,437 وظيفة ذهبت للعمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة. هذا كلام في 2010. يعني في 2015 صار بس 82%، مو 90% الموضوع. في نفس العام في 2010 شهد الربع الأول أو الربع الثاني من العام نسبة عالية من خلق الوظائف الجديدة، إذ بلغت 12,000 وظيفة. كان نصيب البحرينيين منها 12,000 وظيفة، كان نصيب البحرينيين منها فقط 800 وظيفة، 800 فقط لها عن البحريني، والبقاية كلها خذت العمالة الأجنبية. فيعني وين إحنا نقدر نتكلم عن أرقام من هالنوع ووضع من هالنوع ونتحكي عن بحرنا؟ يعني إحنا هنا معكوس القصة، إحنا عندنا كان إحنا نعمل أجنبة مو بحرنا في البلد، يعني سنة ورا سنة تصير أجنبة أكثر مو بحرنا أكثر. فلذلك أنت عليك تعرف شلون تحد من الأجنبة. الحقيقة أنا لاحظت يعني من متابعتي أن خلال السبعينيات والثمانينات حين لما نبي نسأل نفسنا إحنا ليش وصلنا لهذا الوضع، يعني ليش وصلنا إنه العمالة الأجنبية بهذا العدد. الأخ كريم تحكى حين على العدد الإجمالي اللي وصلوا له في 2016. ليش إحنا وصلنا إلى هذا العدد؟ لازم نرجع الحقيقة للماضي وشلون بدأت. أنا تقديري يعني إلى السبعينيات، إلى بدايات السبعينيات لما كنا نعاني من هذا المشكلة، كانت نسبة البحرنة حتى الإحصائيات السكان اللي كانت يعني اللي كانت صارت اللي صارت في 65 وبعدها أيضا كانت دائما تعطي إنه عدد البحرينيين أكثر بكثير من الأجانب. كانت نسبة الأجانب دائما قليلة يعني في الموضوع، يعني توصل لحدود 12% فقط من العدد الإجمالي للسكان الموضوع. وقبله في 65 وقبله كانت العمالة أو السكان اللي هم مو بحرينيين كانت الغالبية من العمانيين في الموضوع، فما كانوا من الأجانب، كانت من العمانيين يعني. وكانوا الهنود يجون في الدرجة الرابعة أو الخامسة في عدد السكان في هذاك الوقت. أنا أعتقد أن في السبعينات من 73 وجاي بدأت العملية تتغير، وهذه لها علاقة بالطفرة النفطية اللي صارت في 73 وإقدام الناس على إنشاء المؤسسات والشركات، ويعني بدا القطاع الخاص ينتعش في 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 ذاك الوقت بمناسبه الطفره النفطيه، وبدات الطلب على الوظائف، وكان في شعور ان مهما وظفت من البحرينيين انت ما تستطيع يعني تلبي الطلب. وبدا فتح الباب لتوظيف الاجانب في الواقع، هذه اللي صار. لكن ما كان هذا الموضوع يعني ضمن نوع من الكنترول يعني عليه بهذه الطريقة، بحيث ان انت تراقبه وتقول لما يوصل كذا، لما الاجانب يصيرون كذا توقف الان استقدام الاجانب وتوظيفهم وتضغط على البحرينيين. بمعنى انه لا كان لازم يكون في قانون يقول مثل ما يحدث في كل دول العالم، يعني هذا مو شيء جديد، ان دائما الاولوية للمواطن في عمليات التوظيف، وأن أنت إذا بغيت توظف شخص لازم تروح حق جهة العمل، دائرة العمل، مكتب العمل، وزارة العمل إلى آخر، وتقول لهم أنه أنا أبغي كذا. بعدين الوزارة وأنت تعلن في الصحف فترة لنفرض شهر أو أكثر، وبعدين عقب ما تعلن في الصحف أنت تجي حق الوزارة تقول لهم حصلتوا أنتوا لي ناس؟ أنا ما حصلت. فإذا الوزارة عندهم ناس يقومون يعطونك إياه بعد الإعلان والانتظار. هذا الحقيقة يتاح الموضوع للمواطن أنه هو يتقدم للوظيفة. إنما اللي حاضر اليوم في البحرين أن كل واحد أجنبي يروح يطلب فيز بدون أسماء، مجرد أعداد الموضوع من هيئة سوق العمل، وبعدين هو اللي يستقدم الشخص.
الشخص هذه عنده كفاءة، عنده خبرة، هذا الشخص من العمالة الماهرة، من العمالة غير الماهرة، هل هو بيقدم قيمة مضافة في البلد أو لو لا، في هذا الموضوع بيكون عالة على البلد مثل ما هو حادث الآن. هذا كل ما كان ينظر له، ينظر للإنسان كعدد وليس ككفاءة عاملة. يعني هذا الموضوع حقيقة تم التخلي عنه في ذاك. بعدين الحقيقة حتى في الثمانينات صار نوع من تحديد البحرنة، إذا أنت وظفت بحريني لك حق توظف كذا أجنبي، إذا كذا إذا كذا، في عملية مربوطة مع بعض. فدخلت فيه ذاك الوقت شيئين، دخلت فيه الحقيقة الوظائف الوهمية، واحد يجيب عيال عمه وعيال خالته وما أدري شو يسجلهم وزارة العمل إنه ذلين موظفين عنده، يطلعون خمسة ستة، يروح حق وزارة العمل يقول أنا وظفت خمس بحرينيين، عطوني أنتوا 50 أجنبي بالطريقة دي. فظلت الحقيقة الوظائف الوهمية كثيرة من هالنوع، وبعضها اكتشف التأمينات الاجتماعية القصة ذي لما راحوا يفتشون على أساس يسجلون في التأمينات اكتشف هذا الموضوع. بعدها جاءت الوزارة أو الحكومة أو الهيئة أو شو نسميها، وضعوا شرط ثاني وهو التعهدات، ما سمي بالتعهدات، أن كل واحد يطلب عمالة أجنبية يقوم يقدم تعهد للهيئة، لهيئة سوق العمل، وقبله كان حق وزارة العمل، يقول فيه إنه أنا سوف أقوم بتوظيف كذا بحريني في الأيام القادمة. وطبعا الطوف الموضوع والطوف الموضوع ولا يوظف بحريني، شنو هو جاب الأجانب وشغلهم واستفاد منهم والناس تنتظر توظيف للبحرينيين ما وظف البحرينيين. هذا القرار الأخير اللي صدر من 300 دينار حسب تصريح وزير العمل بعده على طول قال ان احنا سوف نقوم بالتثبت من خلال هذا القرار بعدم اعطاء تعهدات. بل في تصريح ثاني اعتقد له وحق أسامة العبسي قالوا ان احنا ان هذا القرار هو الغى التعهدات، الغى نظام التعهدات، من اليوم رايح ما بيكون في نظام تعهدات للشخص، كل واحد كل اعداد الاجانب اللي يجيبونهم، وبعدين اذا بتجيب اضافه على البحرين على قولتهم هذه، بس البحرين لحد الان حاجه مو معروفه لانه ما فيش نص على شنو نسبه البحرين في هذا الموضوع. الحقيقه انا اعتقد الاسفين الاكبر اللي ضرب البحرين في البحرين هو اصلاح سوق العمل. اصلاح سوق العمل كان اكبر سفين ضرب البحرين في البحرين. سوق العمل مثل ما قلت انا تم اختراقها، طبعا اعلن سوق العمل حوالي 2006 في اصلاح سوق العمل، وقيل ذاك الوقت انه الغيت البحرين النسبه اللي بساعه قلت توظف كذا بحريني تحصل كذا اجنبي، الغيت هذا الموضوع وحل محله ان البحريني اليوم سوف ينافس، احنا بنرفع تكلفه الاجنبي وبنتيح للقطاع الخاص ان يتوسع في، وبعدين بنعطي لما نرفع تكلفه الاجنبي بنخلي البحريني يستطيع ينافس ويستحوذ على الوظائف الماهره، الوظائف للمتعلمين الجامعيه يعني بالتحديد كان هذا الموضوع. وتتدرون ذاك المره هي جاءت بناء على دراسه لماكنزي، وماكنزي حددت عدد الوظائف الموجوده للبحرينيين وعدد الوظائف على البحرين اللي بيدخلون السوق خلال السنوات القادمة، ولكن حددتها كلها بناء على ارتباط سوق العمل بالتعليم. ولما تربط سوق العمل بالتعليم معناته تربطها بالجامعة دائما، والله احنا هالقد واحد بيتخرج من الجامعات وكذا متعلمين، فاحنا بنوظف لهم هذا الوظائف هم بينافسون. لكن اللي حدث ماذا في هذا الموضوع؟ بالإضافة إلى أن إصلاح سوق العمل أجهض بأن الرسوم اللي وضعت الرسوم العالية على العمالة الأجنبية دخلت الحكومة وبدأت تفتفتها تقطعها لحد تقريبا ما خلت منها شيء اليوم، بين استقطاع وبين تأجيل. هذه الحقيقة اللي صار بالنسبة لرسوم سوق العمل، فأصبح العامل البحريني مو بأرخص من العامل الأجنبي، يعني صار العامل الأجنبي مو غالي، مو غالي الثمن بحيث البحريني يقدر يحل محله في هذا الموضوع.
فالحقيقة هذه واحدة من الإجهاض حق سوق العمل. الشيء الثاني إنه إصلاح سوق العمل مثل ما قلت أنا اعتمد على المتعلمين البحرينيين المتعلمين في ذا الموضوع، في حين أن مشكلة البحرينة في العمالة غير الماهرة، أو بمعنى العمالة المتخرجة من المعاهد من مراكز التدريب، العمالة المهنية، يعني الشخص المهني اللي البحرين محتاج له. الموضوع اليوم الأجنبي أنت تشوفه وين يشتغل في 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 هذا الموضوع، يعني قليلين منهم اللي يشتغلون محاسبين الموضوع، لكن الأكثرية اللي يشتغل كهربائي، واللي يشتغل سباك، واللي يشتغل كذا، واللي يشتغل بناي، واللي إلى آخر الموضوع، مسيطرين على السوق كله. هاي العمالة اللي تسمح البحريني كان لازم ينافس هذول الأشخاص، وكان لازم ينتزع الأعمال من هذول الأشخاص. هو ظل البحريني بروحه، ما حد يوظفه، القطاع الخاص ما يبي يوظفه، لأن إذا بيوظفه هو جامعي لازم يدفع له راتب 400 دينار فما فوق، يوظف الأجنبي في نفس الوظيفة وأحسن منه، يمكن يعطيه في حدود 200-250 دينار أو أقل في هذا الشيء. فلذلك استمرت الموجة نحو توظيف الأجانب في هذا الموضوع، وأصبح سوق العمل كأنه لم يكن الموضوع. الرؤية 2030، رؤية البحرين 2030 ومعها الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية الوطنية، جاءت في 2008 بعد إصلاح سوق العمل حوالي سنتين حقيقة. جاءت في 2008، شو تقول الرؤية والاستراتيجية حول موضوع البحرنة؟ تقول طبعا هي رؤية حاولت تصلح المسار اللي أفسده سوق العمل. تتطلع مملكة البحرين إلى الانتقال من نظام عمالة منخفض الاستثمارات عالي الحماية إلى نظام منخفض الحماية عالي الاستثمار، يكافئ المؤهلات التعليمية والعمل الجاد والمخاطر المدروسة. وفي هذا الصدد تطمح المملكة، مملكة البحرين، إلى أن يصبح البحرينيون الباحثون عن عمل، عن الوظائف، الخيار الأمثل للشركات ذات القيمة المضافة العالية. والحديث دائما عن القيمة المضافة العالية هي الوظائف الجامعية وإلى آخر، وأن يمثل القطاع الخاص المكان الأنسب والمفضل للبحرينيين ذوي الإنتاجية العالية. القطاع الخاص يجب أن يوظف كل الآلاف اللي مفروض تصير مطلوبة، لكن الإحصائيات اللي نتكلم عنها من شوي، إحنا لما قال كريم مثلا في البحرينيين وصلوا لهالعدد، معظم هذا ليل البحرينيين اللي دخلوا سوق العمل راحوا القطاع العام، راحوا الحكومة، هذول ما دخلوا القطاع الخاص. البحرينيين اللي راح القطاع الخاص نسبة جدا قليلة، الموضوع النسبة الأكبر هي راحت القطاع العام في هذا الموضوع، النسبة الأكبر من الأجانب هي راحت طبعا القطاع الخاص، والنسبة الأكبر من البحرينيين راحوا القطاع العام. فإذا معناته إصلاح سوق العمل ما أدى واجبه أو ما أدى نتيجة في هذا الموضوع، لأنه صار العكس. يعني القصة إصلاح سوق العمل مهمته أن البحرينيين الآلاف اللي تتخرج تدخل إلى القطاع الخاص، هذا هو الهدف، مو القطاع الخاص. وفي الرؤية في مكان ثاني في الرؤية يقول أن الرؤية تقول حق الحكومة أن توقف توظيف في القطاع العام، توقف التوظيف في القطاع العام، وتدفع الناس للتوجه إلى القطاع الخاص. هذه الحقيقة في الموضوع. هذا طبعا ما حدث، اللي حدث أن القطاع العام يستوعب كل سنة آلاف البحرينيين في القطاع العام، وهذا اللي اليوم يمكن شوية نطلع شوية عن الموضوع، مسألة التقاعد المبكر اللي سوته لما الحكومة تورطت في هذه الأعداد، وصارت البطالة المقنعة في الحكومة، وأصبحت تصرف عليهم فلوس كبير، وأصبح الباب الأول في الميزانية هو المتضخم. لما وقعت في هذا الورطة الكبيرة بدأت تدفع المواطنين أو الموظفين الحكومة إلى التقاعد المبكر، وتشفتوا طبعا نتاج التقاعد المبكر اليوم. مثل ما قلت أنا عن الرؤية وإصلاح سوق العمل، الحقيقة
الأرقام تقول بعد إصلاح سوق العمل وكلامي نظريا والواقع يقول شيئا آخر، حيث تقول الأرقام ارتفع عدد العمالة الأجنبية من 460,000 في 2009. 2009 هو العام اللي تم فيه تطبيق الرؤية. الرؤية صدرت في 2008، بدأ تطبيقها في 2009. في 2009 كانت العمالة الأجنبية 460,000 شخص، ارتفع إلى 515,000 شخص العمالة الأجنبية في 2013. يعني كان لازم تقل العمالة الأجنبية عشان البحرين يكون مفضل، صار العكس، ارتفعت من 430 إلى 515,000 في 2013. الرؤية لها استراتيجية، مثل ما قلت، استراتيجية الاقتصادية الوطنية. استراتيجية هي محددة بست سنوات من 2009 إلى 2014. يفترض أن تحقق أهداف هذه كلها في 2014، بنهاية 2014 الموضوع. مثل ما أنتم شفتوا في 2013 العمالة الأجنبية شقد زادت في هذا الموضوع، وكان لازم تقل العمالة الأجنبية لأن البحرين يصير هو المفضل. البحرينيين زادوا في نفس الفترة من 122,000 إلى 188,000، ذهبوا مثل ما قلت كلهم تقريبا للقطاع العام وليس الخاص، فالعام يستقطب كذا مثل ما وضحت من شوي. بالإضافة إلى هذا الانفلات الذي خلقه إصلاح سوق العمل بجعل التوظيف مفتوحا أمام الأجانب، خلى البحريني مفضل لكن خلى التوظيف مفتوح، فقد جاء إنشاء هيئة سوق العمل المنظمة والمدافعة عن توظيف وحقوق العمالة الأجنبية بمثابة القرار الذي انفردت به البحرين، وجعلت العمالة الأجنبية هي الأساس في التوظيف وليس البحريني. يعني ما أعتقد أنا في دولة حتى خليجية، مع أن الخليجيين كلهم يتشابهون يعني في وضع سوق العمل، كلهم العمالة الأجنبية واصلة حدها 90% فما فوق والمواطنين أقل، ولكن حتى للدول يعني لم تجرؤ أنه تسوي هيئة خاصة بمسألة العمالة الأجنبية، يعني ترعى مصالحهم وتنقلهم من كفيل لكفيل. يعني واحد يجي واشتغل 4 سنوات خلاص يرجع بلده، لا تبي تشتغل بعد مكان ثاني تفضل انقل لكفيل ثاني. الهيئة يقول ما بيه بسافر، قال لا يبي ينتقل، وكيف تمالك حاجة عليه، خليه ينتقل لكفيل ثاني، وينتقل 4 سنوات وينتقل 8 سنوات. يعني أتذكر قالت لي لمجيد العلوي موقف في هذا الموضوع لما راح اتفق مع وزراء العمل الخليجيين وقال لهم خلي نحدد إقامة الأجنبي، العامل الأجنبي في بلداننا. الموضوع قاموا عليه هذاك الوقت تجارنا مع الأسف، والخليجيين تجارنا قاموا عليه بهذا الموضوع واشتكوا عند الحكومة، والحكومة عاد وقفت ضده، ففشل مشروع مجيد العلوي. وكان بيحدد أن الأجنبي مهما يكون من مهندس إلى عامل عادي لا يزيد إقامته في البلد على 8 سنوات فقط، ومن ثم يسافر من البلد. والقصد فيه كان هو يقلل عدد العمالة الأجنبية في البحرين وفي دول الخليج المتشابهة. هذه مثل ما قلت يعني هيئة سوق العمل، ما في اللي احنا اللي سويناها، واحنا عادة يعني البحرين بلد معروف دائما تنفرد في اشياء ما حد يسويه اللي هي. في سياق هذا نجد ان الانفلات في توظيف العمالة الأجنبية تحت الكثير من المسببات جاء بسبب فشل تطبيق الرؤية والاستراتيجية، مثل ما فشل في تطبيق إصلاح سوق العمل أيضا الرؤية الاستراتيجية فشلت، وهذه الأعداد اللي نتكلم عنها دليل الفشل. الحقيقة ليش فشلت؟ ليش الرؤية فشلت؟ وليش البحرين فشلت ورؤية مع بعض؟ السبب أنه الرؤية والاستراتيجية وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس التنمية الاقتصادية بنصار إلى اليوم مو على صلح ويا الحكومة. الموضوع دائما هذا يسحب مني وهذا يسحب مني وكذا،
يا شيء ظاهر يا شيء مبطن في هذا الموضوع. فاللي يقرا الرؤيه والاستراتيجيه يجد ان دائما فيه عبارات تقول على الحكومه ان تفعل كذا، على الحكومه ان تصدر القرار الفلاني، ان كان دائما المجلس في رؤيته كان يتكلم باسم الدوله ويطلب من الحكومه ان تسوي. لكن اللي حدث ماذا؟ اللي بعد اصدار الرؤيه الى مثل ما قلت كملنا ست سنوات اللي هي 2014، الحكومه ولا سوت شيء من الرؤيه ابدا ولا تشير لها بالموضوع. حتى برنامج الحكومه اللي قدم لمجلس النواب ما في اشاره حق رؤيه البحرين 2030. يعني الرؤيه في جانب وبرنامج الحكومه في جانب وسياسه الحكومه في جانب اخر في هذا الموضوع. هذه كان يقول انتم سووا اللي بتسووه نحن بنفشله هنا في هذا الموضوع. اللي يفترض مثلا خلينا ناخذ بشكل سريع الرؤيه السعوديه اليوم اللي طلعت، الدوله طلعتها، طلع الملك ومن ثم اللي تحته واللي تحته، وصار تغييرات الوزارات امس بطريقه كلها بحيث انه جهه واحده سوت رؤيه وجهه واحده اللي بتنفذها وجهه واحده اللي بتتابعها في ذي الموضوع. البحرين عيبها ان في جهه تطلع وفي جهه ما توافق على التنفيذ. فلذلك كل المشروعات في هذا الجانب الاقتصاديه والتنمويه والتوظيفيه ما ادري البحرين كلها تفشل بهذا الموضوع، الى في يوم من الايام ان يصير الحكومه ومجلس التنميه واحد يمكن ان نستطيع نحقق شيء الى الامام. اليوم محاولات تدارك الوضع، هذا الحقيقه تحليلي انا شلون وصلنا الى هذا الوضع من تدهور البحرنة في هذا البلد. اليوم شلون نتدارك هذا الموضوع؟ اول شيء عندنا مشروعات توظيف 10,000، هذه كلكم تدرون عنها. هم طبعا حاولوا يسوونه لكن مع الاسف النسبة الأكبر في موضوع التوظيف 10,000 وجهوها لبين الجامعيين، ودائما كانوا يحطون لها ملايين الدنانير. طبعا أعلنت هذه المشروعات عدة مرات، آخرها في 2013 أساس يطبق في 2014، سووا عليه ضجة كبيرة عقب سكتوا عنه لأنه ما تحقق الموضوع، والسبب اللي مساعدة قلت لكم إياه الحكومة ومجلس التنمية وضعوا له حوالي هالمرة كان 43 مليون في كل سنة، ما حق سنتين، كل سنة حطوا له 43 مليون، يعني معناته 86 مليون دينار كان المفروض يحطونه. لكن السنة الأولية ما قالوا أن صرفت 43 مليون، كم واحد وظفه من 10,000؟ ما حد الحقيقة يدري الموضوع، هم يعلنون شيء عقب يراهنون على أن الناس تنسى، فعقب كم من يوم الناس تنسى وسكتون عن الموضوع بهذه الطريقة. هذا مشروع 10,000 لو يوجه إلى مسألة تدريب وتوظيف الناس المهنيين بالتحديد في الواقع كان ممكن يطلعون بنتيجة في هذا الموضوع. الشيء الثاني تحديد فترة بقاء العامل الأجنبي اللي بساعة أشرت له من شوي، هذه لازم يرجعون له، وفعلا كل شخص يرخص ليدخل البلد يقال حق الكفيل ماله أن هذا الشخص لازم يبقى هالكثر مدة، وقبل لا يطلع إذا هو يعني إنسان ماهر يقولون من العمالة الماهرة يقوم في واحد بحريني يدربه مكانه. بعدين وزير العمل أشار قبل يمكن حوالي سنة إلى شيء اسمه إنشاء مرصة سوق العمل، وأعلن عن إنشاء مرصد العمل وشلون المرصد يتكون من 4 محاور واهتماماته، وكان الهدف منه هو بيقول إنه يبي يوظف العمالة الماهرة المنتجة البحرينية في الواقع. بس إنشاء مرصد سوق العمل زين صحيح، بس في الدول الثانية شلون يصير مرصد سوق العمل؟ مرصد سوق العمل أن القطاع الخاص اللي هو المفروض فيه هو اللي يوظف في هذا الموضوع يتقدم الى الجهه المسؤوله عن التوظيف اللي هي الوزاره او الهيئه او مكتب العمل او اللي شو نسميه في الدول المتقدمه او الناميه حتى،
يقولوا لهم ان احنا نبغي سنه الجايه بعد سنه من الان مثلا احنا نبغي هالقد ميكانيكي وهالقد نجار وهالقد واحد متخصص في الاي تي وهالقد واحد كذا، يعني على حسب التقدم التنموي اللي جاي في السنوات القادمه. هذه الوزاره او الجهه التوظيف تقوم بعمليه الاتفاق مع معاهد التدريب اللي عندها، وتم توظيف هذه الاعداد بالوظائف المطلوبه ذي حق القطاع الخاص اللي طلبها. بعد سنه ذي الموضوع يقولوا له تفضل، هاي اللي طلبتك كل جهه كل شركه، هاي اللي طلبتوها هذا الشخص، هذه كفاءته نجح بهالكثر، اذا راتبه اجوره لا يقل عن كذا، تحدد له اجوره ايضا لا يقل عن كذا. فانت لبيت طلب القطاع الخاص من العماله الوطنيه المتدربه الكفؤه اللي القطاع الخاص ما يخاف منها، تقدر تمشي لعمله. في نفس الوقت انت حققت البحرنه في هذا الموضوع. هذا الحقيقه المقصد، مو بالمقصد مثل ما قال الوزير. المقصد شو يقول الوزير؟ يقول ان احنا بنقوم بنحصي العماله اللي في البلد وبنسجلها، يعني احنا ايش قد عندنا نجار، ايش قد عندنا كذا، ايش قد عندنا كذا، ايش قد عندنا كذا. حتى ذي مع الاسف ما استوى، تحكوا عن المقصد حتى ذي بهالمستوى بعد ما تنفذ، بس المقصد مطلوب. الوزير ايضا تكلم، وزير العمل الحالي تكلم عن الخطه الوطنيه لسوق العمل لعام 2014-2015، قال لابد من وضع خطه وطنيه لسوق العمل، والخطه الوطنيه معناتها بعد ايضا في توطين سوق العمل يعني البحرنه، وحط لها ايضا معايير والى اخر. والخطه ذي قالوا هذه عرضت على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء وافق عليها من حيث الماده، وقيل كلفت عده جهات بما فيه وزاره التربيه والتعليم، وزاره العمل، هيئه سوق العمل، تمكين، معرض مين، كلهم ذولين كلفوا بوضع هذه الخطه، ومن ثم اعاده عرضها على مجلس الوزراء لكي يبدا تنفيذه. من ذاك الوقت، هذا الحجم متى؟ في 2013، من ذاك الوقت لليوم لم تعرض على مجلس الوزراء، ونسوها بعد مع 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 الخطط اللي نسوها. هذه الحقيقه اللي المفروض يصير هالشكل. احنا محتاجين على اساس نحقق البحرنه، محتاجين الى وضع، اذا كنا في جد جادين واذا الدوله جاده انه تحقق البحرنه، محتاجه لوضع خطه خمسيه او عشريه معتمده من الدوله. انا حكي الدوله بشموليته على اعلى المستويات، هدفها احلال البحريني محل الاجنبي. هذه الخطه الحقيقه، وانا اقول الاعلى، يعني لو طلعت في اراده ملكيه في هذا الموضوع والزم مجلس الوزراء بتطبيقها يمكن تؤدي الى غرض. ثانيا، احنا محتاجين الى تاسيس وزاره القوى العامله. وزاره القوى العامله هي الوزاره في الدول الثانيه اللي تشمل، اليوم احنا عندنا وزاره العمل تشمل تمكين، تشمل هيئه سوق العمل، وتشمل ديوان الخدمه المدنيه. انت عليك اليوم لما تتحكي عن البحرنه في القطاع العام والقطاع الخاص، يجب ان تشمل البحرينيين كلهم في وزاره واحده. واذا تبي ترتب امور الاجنبي، اذا هذين لازم يدخلون، هيئه سوق العمل لازم تدخل في هذه الوزاره. وهذه الوزاره يكون عندها مثل ما قلت انا في خطه معينه تقوم بتنفيذ الخطه هذه الخمسيه او العشريه هذه الوزاره. والوزاره في ذي الحاله بتوفر الكثير من المصروفات اللي اليوم قاعده تصرف على كل هذه الجهات المبعثره في 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 هذا الموضوع. فانت محتاج الحقيقه لوزاره قوى عامله. قاعدين يسوون توحيد للوزارات، يحطون بلديات على الاشغال وما ادري شنو، لكن ما قاعدين يروحون حق هاي الوزاره اللي انت فعلا محتاج لها. هذه الحقيقه الوزاره القوى العامله، يعني بس برجع لكم نقطه واحده، انا بشوي ذكرت عن موضوع الخطه اللي قال تحكي عن الوزيره، الوزير تحكي عن الخطه اللي قال سووها. الخطه في تبرير لاهداف الخطه، واحده من اهم الاهداف اللي قالها عن الوزير هو مساله توحيد عمل الجهات المسؤوله عن سوق العمل. قال وعدم بعثرته ولا تبديد اموالها. هذه الكلام اللي قاله الوزير، قال الخطه اللي بنضعها هذه هدفها،
إذن هذا الهدف من حقيقة وزارة القوى العاملة. يفترض أن تسوي وزارة قوى عاملة على أساس تسوي هالخطة التي تتكلم عنها. محتاجين أيضا أخيرا يعني بس أطلت عليكم شوية أنا، محتاجين على التركيز على التدريب المهني وفصل البحرنة عن التعليم الجامعي. ومثل ما قلت أنا ليش فصل البحرنة عن التعليم الجامعي، لأن دائما من 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 بدينا احنا نشوف فتحنا عيوننا مثل ما يقولون، واحنا نقول ان ربط التعليم بسوق العمل، ربط التعليم بسوق العمل، ومن نقول ربط التعليم بسوق العمل عيوننا كلها على جامعة البحرين في الموضوع، في حين ان كل الكلام اللي قيل، انا اتذكر الله يرحمه الدكتور جليل العريض كان دائما يردد مقولة عنده، يقول البحرين مو محتاجة لضباط، البحرين محتاجة إلى جنود وصف ضباط، وكان يقصد بالضباط هم خريجين الجامعات، وصف الضباط لما المهنيين الجماعة، والجنود يقصد العمال، عمال الفنيين. قال هذا اللي احنا محتاجين له الموضوع. تذكرون في ذلك الوقت كان عندها كلية الخليج الصناعية، و فكان يركز على هذا الموضوع. في الفترة الحالية وكيل وزارة العمل اللي هو صباح الدوسري تكلم في نفس الموضوع، وصباح الحقيقة قال، هلا أقرأ لكم كمال جزمه، صباح شو يقول؟ يقول إن المهن الفنية والخدماتية هي الأكثر طلبا حاليا في سوق العمل، وأن التدريب المهني هو العمود الفقري لإصلاح سوق العمل وإيجاد وظائف للباحثين عن عمل. هذا الكلام اللي يقوله صباح. لا تضيعوا وقتكم تروحون توظيف الجامعيين 10,000 جامعي وما أدري شنو، تعالوا روحوا حق المهنيين. هذا وكيل وزارة العمل. الأدهى من هذا الموضوع أنه وكيل وزارة العمل اللي يقول في الكلام هو رئيس لجنة توظيف 10,000 الأخير، هو نفس رئيس اللجنة، هو نفس يقول هذا الكلام الموضوع اللي يقول صراحة. أعتقد خلصت، وشكرا جزيلا على